السلام عليكم متابعي صفحة زينب سباح. اليوم حبيت نوريكم كيفية طاجين الدجاج بالفورماج. ما قدرتش نوريكم كيفية خطوة بخطوة، ما نقدرش نديركم فيديو باسكو با عندي بروبليم في التليفون تاعي حتى نسقمو ان شاء الله بإذن الله. بصح الصور تلحقكم خطوة بخطوة على من الفوق ان شاء الله كي تشوفوا هاد الفيديو. بون نبداو على بركة الله. عندنا دجاج كيما حبينا وعندنا دجاج اشي والفورماج نديرو كيفية حميصة بصيلة شوف الكهر شوية ملح قرفة باسكو ماما جاية صفراء فيها كركم باسكو كيفية تجيب الكركم كوسوسوا في الفيارلو جون داشي في البولي عشي ولا في المرقة تاع الدجاج. ومن بعد طيبنا الدجاج وحده هذيك لافيوند البولي عشي كيما درت المقادير في المرقة درت في الدجاج عشي. ومن بعد ديتهم دي بيتيت بول وقطعت الفورماج حسب الرغبة، حبيتو فورماج بالميزان ولا حبيتو البورسيون كيما حبيتو. ديرو لي كاري دو فرماج في قلبهم وديروهم دي بولات. عندنا لا شابلور بيان سور ماكاش لي ما يعرفش لا شابلور، نمدوهم في البيض ومن بعد لا شابلور ونقلوهم. من بعد كي نقلوهم يكون الدجاج وجد نرموهم في المرقة تاع الدجاج يغلي شوية. نوري لكم الكيفية قوليها باكورة طابت ما شاء الله. الله يبارك هذوك لي بولات قليتهم في شويه زيت. ومن بعد درت ها هي الكيفيه بعد اللي قليتهم وغلاو في المرقه لي بولات. ها هي نقسم لكم حبه تشوفوا في قلبها كيف داير الفورماج. شوفوا ما شاء الله شوفوا الفورماج كيف راهو. ها هو شاهدكم بالجنه والمرقه. ما تنساوش تعصوا عصره قارص اللي حاب يدير قارص، اللي ما يحبش دبر راسو. المرقة جات صفراء ما جاتش بيضاء باسكو فيها كركم. هاد الكيفية تجيب الكركم كو ساسوا في المرقة تاع الدجاج ولا داخل البولي عشي. ما تنساونيش ماكسيموم دو بارطاجي دو ابوني باش يلحقكم كل جديد. اسمحوا لي ونعاود نقول لكم اسمحوا لي التليفون تاعي راه مخسر وما تبيراطيوليش لي فوتو تاوعي ولا الكيفية تاوعي. حسبي الله ونعم الوكيل. لي فوتو الخطوه بخطوه واش درتو نبعث